مبارك عليكم الشهر وينعاد عليكم بالصحة والعافية. تكملة الحلقة تكون بعد خروجنا من الاختبار الأول بعد ما خلصنا وهذا يعني اتصال من الكويت اللي هو عبد اللطيف الدواس قال لي ليش بدر ما طفت الاختبار لياقتك زينة وهذا قلت والله يا أبو فهد الموضوع صار تحولت من الساعة سبع إلى عشر وهذا ونفسيتي تعبت وهذا وما كنت صايم الأمور هذه قال خلاص مدام إحنا عارفين لياقتك وهذا راح نكلمهم ونشوف إذا عندهم مجال لأن البطولة بعد أربعة أيام إذا في مجال يعيدون الاختبار أو ندز طاقم ثاني يحل مكانك قلت أنا ما عندي مشكلة إذا بيعيدون الاختبار أنا ما عندي مشكلة اوكي اوكي. ثاني آه يوم الاجتماع وقالوا لي قال بدر نعيد لك اختبار باكر واذا هذا نبي نستعين في آه الكويتيين، قلت انتم تستعينوا بالكويتيين عشان آه لا نطوف يوم، انتم تستعينوا بالكويتيين، اذا اجتس الاختبار نسوي الاختبار مع بعض، اذا اجتزت الاختبار آه يا انا يا آه الطاقم الكويتي. ثاني يوم آه طلبوا كابتن مشعل العسعوسي. من الكويت ووصل مشعل وسوينا الاختبار انا ومشعل نفس اليوم لان قلت انا ما راح اسوي اختبار بروحي لان يعني ترى يعني الاختبار جدا صعب لا حد يقول عادي لا 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 جدا صعب وبروحك ما تقدر قلت انا بركض يا مشعل اذا انا طفت ما مش عايز قال لي قال لي بدر نركض ويا بعض اذا طفت انت انت يعني تمسك البطوله اذا ما طفت انا بحاول اني اطوف الاختبار قلت له ما في مشكله دشينا لو مش سبحان الله بيومها كانت الرطوبة قاسية جدا جدا كانت قاعد نفتر بالملعب كانت تيشيرت كله ماي حتى قالوا ما راح اسوي لكم اختبار اسوي باكر قلت انا ما اقدر يا تسوي اليوم ولا انا بمشي الكويت قالوا خلاص نشغل تكييف ملعب السيد دار مداره تكييف قال احنا بنشغل تكييف ساعه بس عشان تسوون الاختبار. وهم شغل التكييف والرطوبه عاليه جدا جدا. حتى مشعل قال بدر الله يعيننا شلون نطوف الاختبار. قلت مشعل انت اركض وما لك شغل فيني اذا انا وقفت انت كمل. قال لي خلاص مشعل اوكي. دشينا الاختبار اه كنت مو مهيئ للاختبار ليش؟ اه قبل يومين مسوي او قبل يوم مسوي وجسمي للحين شاد. دشيت يا مشعل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حسيت نغزه في عضله العضله الخلفيه من بالعضله قلت مشعل حسيت بالعضله ما ابي اغامر قال بدر اركض خفيف قلت له مشعل ما اقدر اغامر ما ابي اغامر انا عارف نفسي تعورت اقعد سنه سنتين اعالج نفسي قال كيفك ولا وانا اوقف ولا يروح مشعل تقريبا وقفت السابعه كمل مشعل كمل كمل لين ما خلص عشر هذا مشعل حي يرزق مشعل ما تكلم معي ولا كلمة خلصنا الاختبار ركبنا السيارة رحنا الفندق قعدنا عند باب الفندق ما دشينا الفندق قعدنا تقريبا ساعة ولا كلمة أنا ومشعل ولا كلمة مشعل يقول بدر ما أقدر أتنفس من كثر يعني الاختبار كان غوي واليوم كان رطوبة مشعل فيك شيء قال يأشر لي ما فيني شيء مشعل تبي دكتور يأشر لي ما يبي دكتور صراحة يعني يعني قعدنا ساعة برا الفندق عشان ياخذ نفس ورطوبة قلت مش فوق بدل وهذا وترتاح قال بدر ما أقدر أتحرك تقريبا قعدنا ربع ساعة فوق الساعة بعدين دخلنا الفندق ورحنا الغرف وهذا سبحنا وهذا ورحت للغرفة بطمن عليه وهذا إلا تعبان نفسية مو قادر يتحرك قال بدر أنا أول مرة أسوي اختبار كذي يقول الله يعينك يعني الاختبار قبل أمس واليوم سويت سبع الله يعينك ثاني يوم الاجتماع قالوا لي انا قلت لهم رفعت ايدي بالاجتماع قلت انا اتاسف منكم وعلى البدر مني واللي صار وهذا انا اتمنى ان اليوم طيارتي وارد الكويت أه الله يمسيه بالخير أه بدر البدري قال بدر انت من النوع من الناس المجتهدين وانا اتمنى ان ما تسافر تقعد معانا البطوله وانا بيك معاي كمغيم حتى ضعقت شو مو؟ قال بدر انت كبير خلاص بطل تحكيم صير معاي مغيب قلت خلاص انا بصير معك قعدنا انا فوق بالمدرج كل مباراه نقعد انا وياه نقيم الحكام. هذه آه اللي حببني في التقييم في, آه آه في تقييم الحكام في آه قالوا لي قال بدر ليش اندشيت بعدين خبير تحكيمي؟ قلت انا حببني الشخص اللي بدر البدري في تقييم الحكام، كان ما يظلم ولا يدافع ولا يزايد على الحكم. اماراتي اغيمه كويتي اغيمه قطري او عماني اغيمه اعطيه الدرجه اللي يستحقها عاد انا اقول له اقول لأ رامي الكعبي آآ كان آآ رامي شوي كان معاي رامي شويه ثقيل بال بالملعب مو ثقيل مو سالفه انه بطيء لا ثقيل بالملعب مو نفس القطريين الصغار عمره 17 18, 18 كان سلس بالملعب يروح يرد كان رامي جبر شويه عضلته كبيره كنت اقول له كذي رامي يبي له كذي يبي له كذي طالعني يقول لي بدر ما شاء الله عليك انت ما دشيت ال تغييم الحكام ما شاء الله عليه قاعد تغيم صح. قاعد امشي معاه يوم حبيت التغييم حبيت الاجواء تغييم الحكام. رديت الكويت عاتبوني اللي هو محمد باجيه وابو فهد الدواس ليش يا بدر والاختبار كان سهل وعادوا لك وهذا قلت انا ما ابي خلاص انا وقفت النقطه هذه وانا ما راح احكم بعدها والاختبار هذا كان يعني تعبت عليه وانا خلاص ببطل تحكيم قالوا لي لا ما تبطل تحكيم خليك معانا ونحتاجك وكذي وانت من الحكام الزينه وهذا نبيك تستمر معانا منها حبيت الفكرة المغيم الخبير التحكيمي دخلت دورة في إعداد الغادة في الخبير التحكيمي واشتهي وخذت الشهاده وخليتها على كتر قلت بعدين اذا بطلت تحكيم اتجه الى اللي هو الخبير التحكيم بعدها دشت اللعب وهذا معاهم واحكم وكذي ما وصلت مرحله خلاص انا انتهى دوري اعطي فرصه للشباب انتهى دوري في التحكيم التحكيم كان أه بوجهة نظري كان صعب أه جهد وكان أه صعب إعلاميا وكان صعب أسريا كان يعني أه الأهل ما تشوف كان تمرين ولا مباراة أه ما دوانيات ما تحتك في الناس ليش حكم أه يلين هذا يعني كان ترى شغله الحكم صعبه واحنا نتمنى من الشباب الصغار 17 18 يدشون تحكيم ترى متعه وبنفس الـ 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 الشيء ان ترى صعب يعني ترى مو سهل ان تقول حكم بصير حكم وخلاص لا, لا لا ترى صعوبه دائم دائم احنا نقول اللاعب الكرة القدم يصير حكم افضل من مدرس او هاوي يحب الكره انا اصير لا, لا لا لازم انا افتراضيا يعني من الاتحاد الكويتي انه يحطون الأنظار على اللاعبين يعني آه قضنفري يقول احنا نسوي سوينا دراسة آه قبل ثلاث سنوات احنا ما شفنا حكام واعدين لا الحين ما شفنا آه شباب آه أعمارهم 17-18 سنة آه تحكيم شفنا يعني أعمارهم 22-23 أوكي زينين هذول بس ما اعطوهم الفرصة نفس ما احنا قبل اعطونا الفرصه اللي ابراهيم الانصاري الله يرحمه، عبد اللطيف الدواس، محمد باجيه، اللي الناس اللي اعطت اعطتنا فرص كانت اعمارنا صغيره، كنا 13 درجه ثالثه يعطونا الدوري الممتاز والدرجه الاولى. كان صعب علينا التحكيم بس سلس انه شنو يكون؟ يكون يعطون يعطونا الفكره يشجعونا دائما احنا مو تشوف التحكيم قبل اربع سنوات مو مثل الحين اي مع ان الاعلام حاط كل قوه في الرياضه الكويتيه وانا اشوف ان الناس قاعد تتعب في الاعلام مع ان الرياضه والتحكيم قاعد ينزل تدريجيا يقولون لي انت بدر ليش انت قبل يعني ما برست ما هذا كانت كانت فطاحله كانوا جاي فطاحله يعني الحين الساحه انا باحترامي مع الحكام الحين ما في احد نفس اللي قبل قاسم حمزه علي مندني ناصر العنزي محمد باجيه مشعل العسعوسي ما بي انسى احد ضارب بضارب بفتين سليمان الشمري آه، عطل الله جطلي آه، كانت فطاحله كان فطاحله بالملعب شلون انا ت... يا بدر نزال الحكم صغير اطلع بالجدام الفطاحله الحين الساحه فاضيه منو فيها علي محمود خلاص اخر سنه يوسف وين اخر سنه ما في احد الحين الحين المفروض تشدون حيلكم ويعطيكم العافيه